السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مصطفى عطية، والنهاردة في هذا الفيديو هنتحدث حول كيف تستطيع أن تقوم بنوع من أنواع الكارير شيفت أو تغيير الوظيفة بتاعتك ما بعد الثلاثين. حاجة كتير جدا بيستفسروا أنا لدي قدرة أو أريد أن أقوم بنوع من أنواع الكارير شيفتنج أو تحويل الوظيفة بتاعتي إلى وظيفة أخرى، ولكني تجاوزت عمر الثلاثين أو حتى الأربعين، كيف أستطيع أن أقوم بهذه المعادلة؟ في البداية حابب أوضح أنه كتير جدا بيستفسر في هذا الأمر نظرا لأنه هناك نوع من انواع عدم القدرة على اداء هذه الاعمال في الوقت الحالي. كتير جدا بيكون بيعمل عمل هو لا يحبه، دخل ليه عن طريق التخصص في الكلية، وفي الغالب التخصص كان من اختيار اهله او والده او والدته، وده ادى الى ان كتير بيكملوا في اعمال لا يشعروا بالراحة اليها ولا يشعروا بنوع من انواع الشغف فيها. ولذلك من المهم جدا انك تدرك بان هناك قدرة او استطاعة على تغيير الكارير بتاعك او مجال العمل بتاعك حتى وانت جاوزت الثلاثين او الاربعين، ولكن ده يجب أن يكون في ظل مجموعة من المحددات التالية. أول وأهم محدد هو أن يكون فعلا هذا المجال أنت لديك شغف فيه. حين كتير جدا بيكون يقولك أنا عندي شغف بالمجال ده، طب الشغف ده هل فعلا هو شغف حقيقي ولا لا؟ حين في تيست صغير ممكن أنك تعمله أنك عند أداء هذا العمل بتكون سعيد جدا جدا. الحقيقة كتير جدا بيعمل بعض الأعمال وقد يرى فيها متعة قصيرة أو نسبية ولا تكون متعة على المستوى الداخلي، يعني أن هو مثلا بيلعب بلايستيشن فأكيد ده مش هيكون مجالك، أو أن أنت مهتم مثلا بالنقل مجال الطب، هو فقط بيدخل يقليله بطين او بيعمل له وجبه سريعه وبيخرج ويقول لك انا يمكن يكون شغفي في الطبخ. لا، احنا بنتكلم على شخص عاشق للطبخ، عاشق لمكونات الاكل، بيحب هذا المجال. لو احنا بنقول بيحب مجال ونقل اداره الاعمال او التسويق، هو بيحب هذه المجالات، لديه القدره على القيام بنوع من انواع الاتساع والسماع لها. ولذلك هتلاحظ هنا انه في حاله ان كان لديك نوع من انواع عدم القدره على تحديد هذا المجال، يجب انك تحسم هذا الامر من البداية لانه هيوفر عليك كثير جدا. اذا انت بتحب ولنقل مجال ادارة التسويق، حبيته وانت شغال في مجال المحاسبة، او شغال ولنقل كمان في مجال العلوم طبيب او صيدلي، انت مهتم بمجال التسويق، كيف استطيع ان انا ادخل في هذا المجال؟ اول واهم شيء انك وانت بتدرس فيه او بتشتغل في مجالك الاساسي اللي انت لا تحبه وحابب انك تنتقل الى مجال التسويق، ان يكون لديك نوع من انواع القراءة والاطلاع العمل في مجال التسويق، ولنقل كبارت تايم او ببلاش حتى بعد الشغل، حتى تستطيع ان تقوم بنوع من انواع الكارير شيفتنج او التحول من عمل الى اخر، يجب ان يكون ده بيسلم ده. اذا انت شغال في مجال، ما ينفعش ان انت تنفصل تماما او تقدم استقالتك ثم تبدا في المجال الاخر، لانك هتبدا حينها من الصفر، وعاده وانت في الثلاثينات او الاربعينات انت في الغالب لديك مسؤوليات بيت واسره، وده هيثقل كاهلك كثيرا. ولذلك من المهم جدا انك تراعي بان تبدا وانت في عملك تقرأ في مجال التسويق، تعرف ما هو مجالات عمل التسويق، تبدأ تدخل صفحات، تعمل نتورك، ازاي تعمل صفحة على الفيسبوك، ازاي تدير مودريشن لصفحات اعلانات على الفيسبوك، ازاي بتنشر اعلان على الفيسبوك، ازاي بترد على العملاء بطريقة صحيحة، ما هي استراتيجيات التسويق. لا حدود للقراءة والاطلاع، يمكنك بضغط على الانترنت انك تجد الاف الكتب ممكن انك تنزلها في ثواني. ولذلك راعي جدا انك تقرأ في المجال اللي انت حابب انك تكمل فيه وانت شغال في مجالك الاساسي ولا تترك. كذلك يمكنك ان انت تعمل في عمل بارت تايم، او ان انت تقدم حتى تطوع لو انت تقدر تطيع في مؤسسة خيرية جنبك او اي مكان، ممكن انك تقول لهم يا جماعة انا همسك الصفحة الفيسبوك بتاعتكم، انا هعمل ديزاين جديد للمؤسسة بتاعتكم. حاول ان تجتهد في البداية وان يكون لديك نوع من انواع تقديم الخدمات وتقديم التنازلات من البداية، لانها هامة جدا. ايضا من النقاط المهمة والعامل المحدد في هذا المجال، انك بعد ما قرأت واطلعت على هذا المجال، ان تكون لديك القدرة على دمج عملك الحالي وعملك القادم. كتير جدا لا يستطيعوا انهم يقولك انا هنفصل عن عمل السابق وهبدأ العمل الجديد. طبعا ده زي ما احنا قلنا، احنا هيبدأ من النهاية او هيبدأ من الصفر. ولذلك من المهم جدا انك لو نقل انك صيدلي ومهتم بمجال التسويق، ليه ما تربطش ده بده؟ ليه ما تفكرش انك تبقى تسويق في شركة ادوية؟ او ان انت مثلا ولنقل مهتم بمجال ادارة الاعمال وانت خريج طب، انا مهتم يا جماعة بادارة الاعمال، انا ادارجي ناجح، ليه ما تدخلش
يكونش في إدارة المستشفيات. إذا حاول أن تجد نقطة رمادية ما بين مجال الحالي والمجال السابق. طبعا هناك مجالات قد لا تكون هناك نوع من أنواع الترابط منها، ولكن لو أنت فكرت فيها يمكن أيضا أن يكون لديها عامل مشترك. لو نقول أن هناك طبيب ومهتم بمجال الطب، يمكن أن هو يقدم نفسه على أنه طبيب ويقدم مثلا وجبات ولكن صحية. إذا هو ربط ما بين ده وما بين ده وعمل نوع من أنواع الهوموجينيس أو التجانس ما بين المجالين. الحين ده له العديد من العمور الجيدة جدا في ظل أن الدمج ما بينهم بيؤدي إلى تأسيس نوع من أنواع النجاح في مجالك وعملك القادم. ولذلك من المهم جدا أنك تجد الصورة المشتركة ولا تفصل تماما ما بين ده أو ده. ثالثا من النقاط المهمة التي يجب أن يتم أخذها فيها الاعتبار، فكرة وجود تدعيم بدراسات عليا أو نوع من أنواع الدراسات الأكاديمية أو المهنية. حاجة كتير جدا بيبقى مهتم أنه يدخل، ونقل لو أنا خريج صيدلي وحابب أدخل إدارة الأعمال، تلاحظ هنا أن كتير جدا هيتخوف أو هيتشكك من قدراتك أو مهاراتك الإدارية. نعم قد تكون أنت في ابن السوق وعارف مهارات البيع والشراء، ولكن في مجال العمل الوضع بيختلف كثيرا. ولذلك من المهم جدا أنك تدرك بأنك في حالة أنك طلبت هذا المجال، حاول أنك تقتصد في وقتك، حاول أنك تطلب شهادة مهنية في إدارة الأعمال. في الغالب هيتم فرض عليك مقررات إجبارية لأنك لم تدرس تجارة، هيدي لك إدارة أو مبادئ الإدارة في الأول، ولكن حاول أنك تاخد دبلومة، حاول أنك تاخد ماجستير بعد كده، حاول أنك تدعم شهادتك هذه الشهادة الأصلية في شهادات مرتبطة بالمجال. كذلك لو كان الأمر في مجال التسويق، من المهم جدا أنك تدرك بأن مجالات التسويق لديها العديد من الشهادات المهنية المرتبطة بها، وهذه الشهادات يمكنها أن تقوم بنوع من أنواع التأسيس للمبادرة والفهم عن طريقها، وأن تقوم لديك القدرة على أداء هذه الأعمال بطريقة صحيحة. ولذلك حاول أن يكون لديك استثمار في هذا التعليم، نظرا لأنه بيمثل فارق كبير جدا في كيفية النجاح في هذا المجال. أيضا من النقاط المهمة التي يجب أن يتم أخذها فيها الاعتبار، أنك تستشير أسرتك والمقربين منك. كثير جدا بيحاول أنه يأخذ هذه الفرصة، ولكني لا أحبس تماما أنك تأخذها عن طريق نفسك فقط، نظرا لأنك في الغالب هتكون مسؤول عن أسرة أو لديك أسرة صغيرة أو كبيرة. يجب أنك تستشيرهم في هذا الأمر، عبر لهم عن مخاوفك وأمالك وطموحاتك، اشركهم، لا تنسى أن تصلي صلاة استخارة، حاول أنك تلجأ إلى أهل الخبرة في حالة أن في شخص شغال في المجال ده أو سبقك فيه، أدخل على لينكد إن واعرف مين اللي سبقك في هذا المجال وبنفس تخصصك وإزاي عمل الترانسفيرنج أو التحول ده. كل هذه الأمور بتساعدك كثيرا على أنك تنتقل بسلاسة ويسر إلى هذا المجال اللي أنت حابب أنك تنتقل فيه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن تستغفرك أتوب إليك. لا تنسوا الاشتراك في القناة، ولا تنسوا في حالة وجود أي استفسارات شرفنا رد عليها في التعليقات أو على الصفحة الرسمية على الفيسبوك مصطفى عطية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.